حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام. الآن يسرنا أن ننتقل وعبر الفيس تايم مع الدكتور غانم السالم، اختصاصي أول باطنية وجهاز هضمي ومناظير، واللي راح يكلمنا عن عسر الهضم بين الأسباب والأعراض في شهر رمضان المبارك. كل عام وانتم بخير دكتور، حياك الله. حياك الله يا فتاح المبارك، ومبارك عليكم باقي الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تزول هذه الأزمة بأقرب وقت إن شاء الله. اللهم آمين. حياك الله دكتور غانم معنا وتقبل الله طاعتك. بالبداية دكتور ودنا نعرف أعراض عسر الهضم في شهر رمضان. نعم، هو موضوع مهم صراحة عسر الهضم. أعتقد أغلب الناس بيعانون من هذا المرض أو هذه الأعراض خصوصا في فترة رمضان المبارك. طبعا عسر الهضم هي بأشياء متعددة، أعراض الجهاز الهضمي في هذا الموضوع وايد. ممكن الإنسان يشعر بثقل موجود داخل البطن بعد الأكل، ممكن الإنسان يشعر بغثيان مرات. أيضا من ضمن الأعراض اللي نشوفها في عسر الهضم أن الإنسان يحوش عنده الحارج اللي احنا نسميه الحارج الريفلكس، اللي هو يصعد الحم فوق في المريء ويؤدي الإنسان في الأكل. أعراض عسر الهضم متنوعة وكثيرة، بس احنا دائما نحرص لما المريض يمرنا في العيادة أو يعاني من عسر الهضم ان نتاكد انه ما عنده ما نسميهم بالاعراض الالارمينج ساينز او الريد فلاج، الاشياء اللي نخاف منها. يعني المريض اذا قال انا قاعد ارجع دم مثلا، هذا امر مثير للخوف ولازم المريض ياخذ تبعات معينه. نعم. او مثلا اذا طلع في الخروج مثلا دم او لون اسود، او لا سمح الله بدا يقوم من النوم يعاني من هذه الاعراض. غير ان شديد عسر الهضم يعتبر شيء بسيط وممكن التغلب عليه في فتره رمضان المبارك. نعم، طيب ما هي اسباب يعني هذا العسر دكتور، خصوصا في احنا نعم. في شهر رمضان المبارك؟ صحيح صحيح، عسر الهضم مثل ما الكل يعرف ان لها اسباب متعدده، لكن اغلب الاسباب شيوعا بين الناس هو طريقه الاكل او نظام الغذاء اللي يتغير في فتره رمضان. نعم. هذه احد اهم الاسباب اللي تسبب عسر الهضم. في اسباب ثانيه طبعا مختلفه وراح نعرج عليهم شوي شوي ان شاء الله باللقاء. احد اهم الاسباب اللي هو وجود الجرثومه في المعده، ما يسمى بجرثومه في المعده، ولو اني احافظ على كلمه جرثومه، هي بكتيريا، الالتهاب البكتيري في المعده، وهذا يحتاج الى فحص للتاكد من عدم وجود هذه الجرثومه او هذه البكتيريا في الجهاز الهضمي في المعده، خصيصا لما تسمى بالاتش بايلوري او هيليكوباكتر بايلوري اللي هي البكتيريا الحلزونيه. هذه نعم. اكثر الامراض اكثر السببين شيوعا. طبعا في اسباب ثانيه نادره الوقت الحالي ما يكفينا عشان نخوض فيها، لكن اكثر الاعراض اكثر الاسباب شيوعا مثل ما قلت لك، طريقه الاكل ما تتغير، نظام الغذاء اللي نتبعه يتغير، والشيء الثاني هي وجود البكتيريا في المعده. نعم. دكتور هل الصيام، طبعا فترة الصيام طويلة شوي وبعدين الناس تبدي تاكل بطريقة يعني ممكن ان في ناس تاكل سريع او في ناس تاكل وايد، هل هالشيء هذا يأثر على عسر الهضم؟ نعم صحيح. طبعا احنا في فترة رمضان هذه السنة شوي رمضان هذا مميز، لان اغلب الناس في البيوت ما في دوامات بسبب جائحة كورونا، وبالتالي طريقة الأكل في هذا رمضان تختلف عن باقي الأشهر السابقة اللي مرت علينا. في رمضان عادة تتغير سلوكيات المجتمع في اتباع الأكل أو النظام الغذائي. يعني أنت طول اليوم طول النهار صايم، أغلب الناس في النهار رمضان ما يعني ما تنام، لكن ممكن تكون تمارس العبادات في الصلوات أو في القراءة أو في إنه يتحرك شوية داخل البيت، وهذه الفترة يبذل طاقة ومجهود قد يكون بسيط، ولكن بنفس الوقت ما في شيء دخل في الجهاز الهضمي، يعني ما في سوائل خلط، ما في ماء، ما في اكل، ما في اي شيء من هذا. وبالتالي لما يجي فتره الفطور، فتره اذان المغرب، ويبدا الانسان بالاكل، سلوكيات بعض الناس تؤدي الى عسر الهضم او صعوبه في الامتصاص والهضم في المعده، يعني مثل ما تقول يبدا ياكل بكميات كبيره من السوائل او من الاكل المقالي المقالي، احنا دائما سفرتنا ما شاء الله عامره في الكويت بانواع ما لذ وطاب، فيكون يعان وينطلق على الاكل بشكل مبين. المبين في رمضان هذا يمكن تقل حالات عسر الهضم مثل ما كنا نشوفها بالسنوات السابقه، انه ما في بوفيهات. قبل لما كان في بوفيهات كنا نعاني من المرضى لما يردون، يجي البوفيه مفتوح في كل ما لذ وطاب ويدي له من اوله لاخره، وهذا طبعا سيء للجهاز الهضمي، ما يقدر يتحمل المعده هذه الكميه من الطعام الاكل المباشر في فتره زمنيه قصيره. صحيح. وبالتالي في سلوكياتنا في رمضان لازم نغير عاداتنا وتقاليدنا في الاكل وطريقه التعامل مع هذا الاكل. يعني دائما انصح المريض انه لما تبدا تفطر، انه لما تبدا تفطر بالتمر على السنه او مثلا بالماء او باللبن، وبعدين تعطي شويه راحه، تصلي وتقوم وتتحرك، بعدين ترد تبدا تاكل كمياتك اللي تحتاج فقط، ما تاكل كميات كبيره. وبعد ما تكون نص شبعان، بين فتره وفتره مثلا بعد صلاه العشاء تاكل اكل معين او طريقه معينه من الاكل، وبعدين او تاكل على السحور. ولازم تكون الوجبات الغذائيه متكامله على الفطور او على السحور او ما بين،
بحيث انه يكون فيها خضار وفواكه بكثره، تكون فيها بروتينات كافيه، ويكون فيها قليل من الدهون. احنا مشكلتنا في الدهون، كميات الدهون اللي ناكلها، لان الانسان لما يكون يعان جسمه لا اراديا يفرز هرمونات تبيه ياكل اكل فيه طاقه، واكثر طاقه تقدر تحصلها هي تحصلها في الدهون والسكريات. فيبدا جسمك لا اراديا يتجه الى هذه المواد بالاكل، فاذا شفت على السفره تاكل منها كميات كبيره، لا اراديا بعض الناس، ونقول لهم دائما احرص ان ما تكون السفره فيها من هذه المواد كثيره، تكون اقليله، وانت اما تاكلها تاكلها بتحكم. نعم، يمكن دكتور هذه النقاط اللي ذكرتها لكي يحمي الشخص نفسه من عسر الهضم في شهر رمضان. البعض يقول ايضا في هناك بعض السلوكيات اللي نمارسها يعني من بعد الفطور لغاية السحور واحنا بس شاي وقهوة، وفي ناس كثير قالوا بأن الشاي والقهوة ايضا يسببون اللي هو ارتجاع المريء او عسر الهضم. نعم صحيح. شوف خلنا نقول لك، خلنا نكون صريحين، الارتجاع المريء او عسر الهضم يختلف من انسان لانسان على حسب شنو ياكل الانسان. لازم نعرف ان انا دائما انصح المريض انه يصير عنده فود دايري، يعني مفكره غذائيه. شو يسوي؟ في اكل معين انت تاكله هو يسبب لك عسر الهضم او يسبب لك الارتجاع. في ناس ممكن تشرب الشاي والقهوه ما يهم شيء، وفي ناس اذا شرب الشاي او القهوه او قليل منهم او شويه كافيين بدات تصير عنده الاعراض، وبالتالي تختلف من بشر من الانسان شخص الى اخر. وانصح دائما ان اللي عندهم هذه الاعراض انه يسجل بورقه او بكتيب او بالتليفونات الذكيه، والله انا اليوم شنو كلت شيء مميز، اكتبه بعد مرور الوقت راح يبين عنده شنو الاكل اللي يسبب له هذه الاعراض ويبتعد عنها. فالمفكره الغذائيه مهمه، ليس بالضروره ان كل الناس تشرب قهوه تعاني، وليس بالضروره ان كل الناس اللي تشرب شاي تعاني من اعراض عسر الهضم، لكن الاكيد ان السوائل بصوره عامه في فتره رمضان نحتاجها، يعني الشاي والقهوه نحتاجهم في رمضان، نحتاجهم في الفتره هذه المسائيه، بس ما نحتاجهم بكميات كبيره، لكن تحتاجهم بكميات معقوله. نحتاج ايضا انه يكون دائما عندنا اكل فيه من الخضار شيء كبير، لان الخضار تحتوي على الماء، والماء هذا يخفف من عسر الهضم، ايضا تحتوي على 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 الالياف، والالياف هذه تساعد على الانسان انه يتغلب على عسر الهضم. ولذلك احنا وجباتنا الغذائيه اللي في رمضان مثل ما قلت لك اللي هي ما بين صلاه المغرب الى ان يحون الامساك في فتره الفجر، لازم تحتوي على اشياء تكون فيها غذاء صحي، والغذاء الصحي هذا يعطي قوه للانسان من ناحيه المناعه، يعطي قوه للانسان بانه يهضم بكميات صحيحه، ويعطي ايضا قوه للجهاز الهضمي بانه يتحكم بكميات الماء والسوائل والفيتامينات اللي يحتاجها الانسان في فتره الصيام، لان فتره النهار عندنا طويله شوي ونحتاج فيها طاقه، ونحتاج فيها فيتامينات، ونحتاج فيها معادن، عشان توفر هذه فتاخذها بالغذاء المناسب الصحي في فتره الفطور. نعم. دكتور غانم تفضلت قبل شوي وقلت ان وقت الفطور ان الافضل ان الناس تجزئ هذه الوجبه بدل لا تكون وجبه واحده كبيره، ولكن ماذا عن السحور؟ شنو تنصح في المشاهدين حتى ما يتعرضون لمشاكل في الجهاز الهضمي؟ نعم، السحور طبعا هي وجبه مهمه جدا في فتره رمضان. انا والله مرات استاء لما يجيني واحد يقول انا ما اتسحر او انه يحاول انه يقاوم فتره السحور، لكن للامانه طبيا ننصح بالسحور، لان السحور مهم ولازم تكون وجبه اساسيه في فتره رمضان. السحور يجب ان يكون متكامل، يعني انت لازم تاكل على السحور الاكل اللي يكون خفيف على المعده، وتقدر تاخذ منه الكميات الكافيه من الطاقه بحيث انها تعطيك فرصه للاستمرار في الصيام في فتره النهار. لما يكون سحورك متكون على المكونات الاساسيه من البروتين وسكريات وخضار، هذه الاساسيات هي المهمه، ولا باس اذا اضفت عليها مثلا من الفواكه مثل الموز، الموز مهم للانسان، يحتوي على البوتاسيوم كميات كبيره منه ولذلك مفيد للانسان، وايضا لو احتوى على مثلا الروب او على اللبن او مشتقات الحليب ايضا مفيده لجسم الانسان. بعض الناس عندهم لاكتوز انتولرنس ما يتحمل مشتقات الحليب، وبالتالي يقدر يعوض عن مثلا حليب الصويا. في بعض الناس ما يقدر يتحمل مثلا الموز، يحس ان الموز يسوي له حارج، يقدر يعوض عن فاكهه اخرى مثل الكيوي، وبالتالي تختلف من انسان الى انسان، لكن بصوره عامه نعطي احنا يعني مثلا نقول جايد لاينز او خطوط عريضه للانسان، ان السحور لازم يكون السحور يحتوي على بروتين، يحتوي على مثل اللحوم مثلا او الدجاج مثلا او ما خلاف او خلاف هذا الموضوع، بقوليات، ممكن يحتوي على الخضار، ويحتوي على الكربوهيدرات مثل الخبز او العيش، وبالتالي تكون الوجبه متكامله. نركز ان في وجبه السحور تشرب ماء بكميات كافيه، انا ما ابيك تشرب ماء
لتر ولترين وثلاثة بوقت السحور، لأنك راح تتعرض أنك تروح الحمام بكثرة، لأن الإنسان ما يخزن الماء. لكن تعوض هذا بأنك تأخذ أشياء فيها ماء مثل الخضار، الخضار تحتوي على ماء مثل ما قلت مثال، وهذه تعطيك فترات بين فترة وفترة كمية من الماء داخل جسم الإنسان لما يهضمها الجهاز الهضمي ويبدأ يحللها يأخذ منها الماء بشكل مناسب خلال فترة النهار. لكن الماء المفاجئ اللي هو لما تأخذ لتر ماء أو دولكة الماء وتشربها، فهذه راح تستهلكها خلال ساعة أو أقل، لأن يعني جسمك راح يطلعها من 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 الجسم، ما راح يحتوي فيها، لأن هذا الماء مثل ما أقول ready to go جاهز. لكن الماء المخزن في الخضار هذا اللي يطول معاك، اللي مثلاً بالخيار أو بالجزر أو بالخس أو خلافه. بالتالي فترة السحور أو وجبة السحور مهمة جدا للإنسان، وأبي أركز على إنها لا تكون كمية كبيرة من الدهون، لأن الدهون إذا كانت فترة السحور وايد راح تسوي لك حارج، خصوصا الناس المصابين بالارتجاع المريء يتجنبون الأكل الدهون. طبعا في اشياء كثيره او في ناس يعني نسميهم احنا سبيشال كيسز، مثل الناس اللي يسوي عمليات السمنه او عمليات التكميم، هذول لهم وجبات غذائيه مختلفه. الناس اللي عندهم سكري مثلا، هذول لهم وجبات غذائيه مختلفه. الناس اللي عندهم ضغط دائما ننصحهم يبتعدون عن الاملاح، لان هذول ايضا وجبات لهم غذاء، وهكذا. الناس اللي عندهم امراض الكلى، فكل انا اتكلم بصوره عامه للناس اللي ما عندهم امراض، لكن كل الناس اللي عندهم حالات خاصه فهذول راح يكون لهم طرق مختلفه يقدر يناقشها مع طبيبه او دكتور المعالج. نعم، يمكن من الحالات الخاصه ايضا دكتور، وذكرت بأن بداية الفطور الواحد يبلش بتمر، هل في عدد معين لحبات التمر للإنسان الطبيعي أو الإنسان اللي فيه سكر دكتور؟ هذا طبعا يطرح سبحان الله كل سنة في هذا الموضوع. طبيا ما في أي عدد نقدر نقول حق الناس إنه والله ثلاث تمرات او العدد الزوجي او العدد الفردي له او ثبت له طبيا بوجود فائده علميه او فائده طبيه. لا طبعا احنا ما ذكر عن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم او في الامور هذه انا ما اتدخل فيها وليس في اختصاصي، لكن تقول طبيا نعم لا يوجد عدد طبيا لا يوجد عدد معين حاليا مثبوت علميا ان له علاقه او له فائده طبيه. لكن في بعض الناس ما ننصحهم اصلا ياخذون تمر، مثل الناس اللي عندهم غثي الكلى او الناس اللي عندهم امراض في الكلى، ممكن يبتعد عن التمر مرات يكون افضل. لكن بصوره عامه للناس الاصحاء فالتمر مهم جدا ومفيد، لانه يحتوي على معادن مناسبه ومهمه للانسان. يعني مثلا انت الانسان اللي يكون مثلا صايم مده طويله، خلينا نقول واحد جوب صحراء مثلا صار له ثلاث اربع ايام مو ماكل شيء، الافضل انه ياكل تمر في البدايه، لان التمر يحتوي على الالياف، يحتوي على السكر، ويحتوي على المعادن والأملاح اللي يحتاجها الإنسان، وهو سهل الهضم وسهل على المعدة أن تتحملها أو تأخذه وتأخذ منه الأساسيات لجسم الإنسان. حلو. وبالتالي التمر مهم جدا 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 في فترة رمضان وفترة الصيام، أنك تفتح ريجك بعد الصيام على حبات تمر أو رطب طبعا. نعم دكتور، بما أن تطرقنا للتمر خلينا نتطرق شوية للجيمات. الناس وقت الفطور طبعا قاعد تخلط المالح مع الحلو والجيمات وهالأمور، هل تنصح الناس مثلا أن يخلون الحلو بعد فترة معينة من أكل المالح، ولا عادي أن يأكلونه مع الفطور؟ شوف احنا في صوره عامه في الجهاز الهضمي للامانه، وخصوصا في الاطباء، يمكن ما نحب الحلو وايد انه يكون متدارج او متداول ما بين الناس، لكن بالنهايه يضرب رمضان شهر مميز، ومثل ما قلنا السفره الكويتيه في هذا الموضوع مميزه في هذا المجال. الحلو لابد منه، الانسان دائما يميل للحلو ويحب ياكل الحلو، والجيمات مثل ما نقول يعني جزء اساسي من ايام رمضان. الأكيد أن الجيمات مهمة وحلوة ومفيدة، وفيها تحتوي على سكر وتحتوي على كربوهيدرات ومفيدة للإنسان، لكن كثرتها والإكثار منها تنعكس عادي على الإنسان، لأن فيها كمية من الطاقة كبيرة. فتناول واحدة حبة حبتين ثلاث أربع، يعني نقول في المعقول، لكن التجاوز هذه العدد بكميات كبيرة ما ننصح بها. الشيء الثاني والأكيد أن إحنا في عندنا في الكويت في وجباتنا في رمضان اشياء ترى وايد غير الجيمات ايضا تسبب، يعني خلينا نقول ملاحظات عندنا طبيا، يعني مثل الشراب، بعض انواع العصير، مثلا عندنا بعض انواع الاكل اللي يكون دسم جدا، عندنا بعض الانواع الحلى اللي تكون ثقيله حيل. دكتور والفيتو بعد بصوره عامه
احنا ما بغيت اقول العلامات التجاريه طلعت من الاداره مالي شغل ما قلت شيء. وبالتالي احنا هذه الاشياء دائما نقول حق المشاهد ونقول حق الناس اللي تتبع الارشادات الصحيه واللي ان شاء الله ان اخذ منها لكن بالكميات المعقوله. احنا ما يصير ناكل هذه الاشياء كل يوم لكن ناكلها بين فتره وفتره، واذا اكلناها ناكلها بكميات معقوله. حطي بالك ان احنا في مجتمع الان اصبحنا يعني قليلين الحركه، انت لو تتحرك كل يوم مثل اهلنا قبل مثلا في البر او في البحر والشغل عندك دايم لا باس انك تاكل ما اردت، لكن المشكله عندك في ان 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 انت ما تقدر تاكل بكميات كبيره. نعم. هذه المواد، لان هذه المواد اذا اكلت منها بكميات كبيره وما استهلكتها بكميات كبيره راح تخزنها بجسمك وراح تنعزي عليك بالسمنه بامراض السكر بامراض الضغط، وهذا الامر اللي ما نبيه. وبالتالي انصح الكل انه يكون الغذاء وجبات الغذائيه صحيه تحتوي على الخضار بكميات كبيره ومناسبه، هذه تغنيك عن السكريات والخلاف. اكيد كل الشكر لك دكتور غانم سالم، شكرا جزيلا، عسى الله يحفظك ان شاء الله والمشاهدين اجمعين. نعم، وايد استفدنا اليوم من المعلومات اللي قدمها لنا الدكتور غانم. متابعينا مستمرين معاكم في مساء الخير يا كويت، ولكن من بعد هذا الفاصل.